بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الثانوية العامة 2022، كل سنة وحضراتكم طيبين. إن شاء الله مع بعض في مراجعة الفرنساوي، مراجعة قوية جدا 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 إن شاء الله، بتفاصيل التفاصيل. معكم عثمان البروف. إن شاء الله راجع على منهج الفرنساوي أولى وتانية وتالتة في نقاط، يعني حضرتك هتمشي نقطة نقطة. La veille de l'examen avec monsieur عثمان البروف. نبدأ على بركة الله. بالنسبة لي ليلة الامتحان عبارة عن خمس أجزاء: précis de grammaire, précis des informations, document, situation, les phrases de la grammaire. يعني يا شباب، يعني انا عندي خمس حاجات هنشرح كل القواعد، هنشرح كل المعلومات اللي خدناها من اولى لتالتة، وبعدين هنتمرن على جميع الافكار اللي موجودة في جمل الوثائق. مش شرط ان انا احل وثائق كتير، بقدر من ان انا اركز في الجمل اللي هتجيلي في الوثيقة. بعد كده هنشرح او هنحل مع بعض كل انواع جمل المواقف، اولى تانية تالتة. بعد كده بالنسبة لجمل الجرامير، اي قاعدة اخدتها، الجملة اللي ممكن تيجي عليها في الامتحان، سواء الجمل العادية او الجمل للمستويات افانسي المتقدمة شوية. حبيت في المقدمة دي يا شباب اعرفك احنا هناخد ايه مع بعض، ومش هكتر عليك في الحلقة، يعني الحلقة هتبقى ما بين 10 الى 15 دقيقة عشان تقدر تفصل وتكمل معايا. ليه سميناها بريسي دو جرامير؟ بريسي دو جرامير عشان هي موجودة في ظهر كتاب المدرسة، القواعد المحددة عليك، يعني لكل قاعدة اون فرونسي بيبقى في حاجات اكسبسيون استثنائية كتيرة، اما احنا في منهج ثانوية عامة بناخد حاجات محددة. عشان كده ممكن تلاقي القاعدة الواحدة شرحها في خمس معلومات، مش هنقعد بقى ايه نكتر في المعلومات، هناخد اللي عليا والحاجات المتوقعة في الامتحان. نبدأ على بركة الله. ليز ارتيكل انديفيني، ادوات النكرة. ادوات النكرة للمذكر، ان للمؤنث، دي للجمع بنوعين. اما دي اللي هي قدامك دي كده اللي انت شايفها، دي بحول الان والان والدي الى دو او دو ابوستروف عند النفي. يعني لما اجي انفي الجملة ماشي كده، بحول ادوات النكرة الى دو. او حتة تانية ركز معايا وانت تعرف كمان ثواني. اكزامبل، اليا ان اورديناتور، مثال مذكر. ان اورلوج، ساعة حائط، مثال مؤنث. دي ليفر، جمع. تقول لي يا بروف طب ما هو يعني الثلاثه دول اللي جايين، اقول لك اصبر على رزقك يا فندم، حضرتك دول امثله، ثلاثه هم. طب الكلمه اللي هتجيلي اولى ثانيه ثالثه، طب انا اصلا كده كده كاتب لك كل الكلمات بتاعت اولى وتانية في المعلومات اللي جايه كمان شويه، فلو سمحت ما تعديش كلمه، الكلمه اللي تعديها ممكن هي اللي هتجيلك ويسالك في المذكر والمؤنث. بادو سير، مفيش اخوات، ادي حولنا ادوات النكره او اداه النكره ان الى دو. جو ني با دو سور او جو ني با دامي، ما عنديش اصدقاء، دو ابوستروف. هي دي اللي بقى اللي انا بقول لك عليها، ركز كده معايا. هنعمل طبعا مسود ده هنشرح فيها الحاجات وكده. بص معايا الجمله دي كده، جي انا عندي، انا املك، تمام. دي جولي روب، انت مش هتكتب، انت هتختار. بس بص كويس قوي الجملة دي، الجملة دي غلط. ليه يا فندم غلط؟ ليه الجملة دي غلط؟ ها؟ لان انا عندي اداة النكرة دو اس تحول الى دو اذا جاء بعدها صفة جامعة. معلومة من تانية، شايفها كويس اهي بالاحمر اهي، تمام. يبقى دي جولي روب، وانت كده عرفت احنا ليه حولنا دو اس الى دو، عشان جاي بعديها صفه جامعه.
وضربت لك عدة أمثلة قدامك أهو على سبيل المثال، وبقول لك خد بالك من الكلمات اللي هي بالعربي مذكرة بس بالفرنساوي، طبعا هي بالعربي مؤنثة بس هي بالفرنساوي مذكرة. فيستير، فاكر؟ افتكر بقى معايا، ما انت تسألني تقول لي ليه يا بروف انت ما ترجمتش الكلمات؟ لا يا حبيبي انا سايب لك الكلمات عشان ان كنت مذاكر خير وبركة والحياة وردية والدنيا جميلة، طب ما كنتش مذاكر الحق ركز بقى في اللي مكتوب وترجم معايا، الورق معاك بي دي اف، مش معاك اتواصل معايا وانا هبعت لك الملف، هو بقى موجود على كل الجروبات. ان فيستير اللي هو غرفة تغيير الملابس، ان موستيك اللي هي ناموسة، ان فونتر بطن، ان اكسسوار اللي هو الاكسسوار، ان اربر شجرة، ان فروماج جبنة، ان اتينيرير اللي هو خط السير. وهتلاقي كل الكلمات دي جاية تاني، كل حاجة أولى في أولى وتانية في تانية وتالتة في تالتة في كل واحد كده. يبقى خلصت أدوات النكرة بكل الأجزاء بتاعتها، أخذت معايا دقيقتين. نخش بعد كده دو اتنين، ليز ارتيكل ديفيني، أدوات المعرفة، لو لا إلا أبوستروف لي، طبعا لو للمذكر لا للمؤنث، إلا أبوستروف لاسم بيبدأ بفويال أو أش ميو يعني حرف متحرك أو أش صامت، وليه طبعا للجمع بنوعين. على سبيل المثال تيالو ليفر معاك الكتاب، لاجوم الأستيكا، لانونس الإعلان، ليكاييه الكراسات. وخلي بالك كلمة كراسة كلمة مذكرة. لما اخد شرطه مايله، قصدي شرطه واقفه كده زي ما حضرتك شايف، يعني معلومه جديده اللي هي ايه بقى؟ كلمات بالعربي مذكره بس بالفرنساوي مؤنثه، يبقى خد بالك من الترجمه ما تدخلش الدنيا مع بعضها. لا كريفات الجمبري، لا كارد الحبل، لا فارين الدقيق، لا جلاس الايس كريم، لاكتيفيتي كلمه مؤنثه، وطبعا حضرتك يا ما جات في الامتحانات. طب تعالى لي معلش نص دقيقه كده على الكلمه دي بالذات، تعالى نروح المسوده، ادي كلمه لاكتيفيتي، ركز معايا بقى لو سمحت من اللي انا هقوله ده. لاكتيفيتي النشاط، طبعا دي كلمه يا حضرات زي ما قلت لك كلمه ايه؟ كلمه مؤنثه. تمام، ايه بقى؟ طبعا هي لو جت اداه لو لا الا ابصرف هتبقى الا ابصرف عشان حرف متحرك، يبقى ممكن يجي لي في الاختيارات بتاعتي مثلا ان، فانت تختار ان، ممكن حضرتك يخيرك مو ولا ما ولا مي، تقوم تاخد لها مو، هننطقها طبعا مون اكتيفيتي. ممكن يجي لك اختيار كلمه الاستفهام كل، فتاخد كلب الدبل ال. كمان ممكن يجي لك في الكلمة دي بالذات ست اكتيفيتي، هذا النشاط، ولهذا النشاط مذكر ما تتوهش بقى، كلمة اكتيفيتي كلمة مؤنثة. بعد كده اكتيفيتي ممكن يجي وراها كده صفة ايه؟ صفة وصفية سبورتيف، هذا النشاط الرياضي. فلو سمحت كلمة اكتيفيتي كلمة مؤنثة، ممكن يجي قدامها أداة معرفة، أداة نكرة، صفة ملكية، صفة إشارة، صفة إشارة، صفة كلمة الاستفهام كال صفة، وكلمة سبورتيف اللي هي الصفة الوصفية. خد بالك من الحاجات دي. لا كور اللي هو الفناء، لا سيزون اللي هو الفصل من فصول السنة. كلمات نقيت كلمات مهمة جدا عملتها كأمثلة، لكن صدقني كل كلمات يعني بتاعت المنهج جايه ورا، لو سمحت ركز. تعالى بقى ادي شرطه، الشرطه يعني معلومه جديده. ايه بقى المعلومه؟ ان في اربع كلمات مذكرين في منهجك، مش في الفرنساوي. انا دلوقتي يا جماعه مركز على اللي هيجي لك في الامتحان. عندي كلمه اللي هم اربع كلمات ما بنعملش لهم ابوستروف مع بدل اللو،
ها وبنعملش مع كلمة هولندا، ما بنعملش لها إلا أبوستروف، بتاخد لا. أقرأ لك الثلاث كلمات: ليوجا اليوجا، لو يا أو الزبادي، لو أوكي الهوكي، لو أوندي بال كرة اليد، لا أولاند اللي هي هولندا. نخش بعد كده على ثلاثة: ليز أرتيكل كونتراكتي، أدوات المعرفة المدغمة. أدوات المعرفة المدغمة هي دخول حرف الجر أ أو حرف الجر د على أدوات المعرفة البسيطة، يتضغموا مع بعض يطلعوا لي شكل جديد. مع الأربعة لأ، ده مع المذكر ومع الجمع بس. أدي أو معناها إلى أو في للمفرد المذكر، أو معناها إلى أو في للجمع اللي أنا بشاور عليها دي. جو في أو كلوب، أنا أذهب إلى النادي، أدي مفرد مذكر، أو بيراميد أدي للجمع. طبعا حرف الجر أ لا يضغم مع بعض الكلمات الكتيرة. طب وأنا مش فاكرها، أنا عايز ألمها. حاضر، هتلاقيني في المعلومات لمم لك كل الكلمات دي، بس خد دول على سبيل المثال تصبيرة كده لحد ما نوصل للمعلومة. أ باري، أ كوبا، أ فلور، يعني هذا الفستان أ فلور، مش هقولها أ يو إكس، أوعى، خد بالك خد بالك. افيلو على الدراجة، اشيفال على الحصان، اميدي في الساعة 12 الظهر، اتالان بكعب، اريير بخطوط، ابوا بدواير، اسانكور الساعة 5. يا بروف ما اوكي انا خلاص هذاكر دول، طب افرض جات لي حاجة تانية. يا قلبي ما انا قلت لك خد بالك، انا هقول لك كمان شوية بقيت الكلمات كلها، ما تقلقش انا معاك. قاعدين قاعد تسمع وقاعد تذاكر وان شاء الله الدنيا هتبقى تمام. استمتع بالفرنسية مع البروف. بعد كده الادغام بدي وبدي، ها دي اصلها مذكر ودي للجمع، ها من او عن، وممكن يبقاش معناهم من او عن، يبقوا اضافة. جو فيان دو ماجازان، انا جاي من المحل، دي كوميرس من المحلات. شرطة مايلة بقى، ايه ده ممكن ما يحصلش لا ادغام او يجي بعدها الاداة مع ايه؟ برضو هنقول في القصة دي كلها. دول على سبيل المثال، دو فرانس، ما اقولش دو لا فرانس، اوعى. طب اقول لك تعال نروح المسود، بنبه عليك اهو، جو فيان دو لا فرانس. ها مسيو عثمان عملها ايه امبارح؟ افتكر كده في اللجنة. غلط 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 لحد بكرة. امال اعمل ايه؟ اقول جو فيان دو فرانس. شايفين كلمة فرانس تعمل كابيتال لوحدها اهو، ماشي، اللي هي ماجسكيل. يبقى حضرتك انت مش هتكتب في الامتحان، انت هتختار، هختار دو، ما اختارش دو لا. بعد كده دي جيبت اللي هي دو ابوستروف دو بريكسل، وطبعا بريكسل اسم مدينة، بحذرك بقولك اوعى تعملها دو اس، خد بالك. نخش على بعد كده على المعلومة اللي بعديها، ليز ارتيكل بارتيتيف، ادوات التجزئة. هما كلهم يا شباب على بعض كده 76 معلومة. ادوات التجزئة هي دي للمذكر، دو لا للمؤنث، دو الا ابوستروف للمذكر او المؤنث المبدوء بحرف متحرك او اش صامتة، دي للجمع بنوعين. خد على سبيل المثال بعض الأمثلة، وأنا هناك وأنا بشرح لك المأكولات والمشروبات هكتب لك كل الكلمات مذكرة ومؤنثة، وتبقى أنت عارف إن المذكر هياخد دي والمؤنث هياخد دي لا، واللي بيبدأ بحرف متحرك هياخد دي لا أبوستروف، والجمع هياخد دي. بار إكزومبل، إليا دي شوكولا، يوجد شوكولا. مش موجود عندك الشوكولاته اللي في الدنيا كلها، عندك جزء سي بور سلا، ولذلك احنا بنستخدم لها اداه تجزئه. دو لا فارين دقيق، دو لاني اللي هو اليانسون، دي زاموند اللي هو الجوز، اللي هو الجوز واللوز، يعني تبقى دو زاموند ودو نوا. با دو بوجي، وتحول ادوات التجزئه الى دو عند النافي او دو ابوستروف، فاهم؟ فما تقول جو ني با دو
بوجي، لو اسم يبدا بحرف متحرك كنا عملناها ده ابوستروف. المعلومه اللي بعديها، وبعد الظروف الداله على الكميه تحول الدو اس الى دو او دو ابوستروف. الظروف الداله على الكميه بوكو دو كثير من، بو دو قليل من، بلو دو كثير من، موان دو اقل من، بتوع المقارنه لو حد فاكر، اوتون دو مساوي لي، اسي دو كاف من، كومبيان دو كامل العدد، بلان دو مملوء بي، ترو دو اكثر من اللازم من او كتير من. المعلومه اللي بعديها، الدو اس قبل الصفه الجمع تحول الى دو. طب ما احنا لسه قايلينها يا بروف، ما انا قلت لحضرتك احنا عندنا تلاتة دو اس، أداة نكرة، أداة معرفة مدغمة، وأداة تجزئة. لو موجود برضو قدام حاجة بتتاكل وبتتشرب نحولها إلى دو أو دو أبوستروف. تعالى بقى للفيربات اللي هي بتيجي مع أداة التجزئة. إيه الفيربات؟ ما هنا بص حضرتك ركز معايا في الجملتين دول كده. ممكن أقول إيه؟ جيم، أنا أحب لوميال، أنا أحب العسل النحل. تمام تمام. هنا مع عسل النحل اخدنا اداه المعرفه لو. ليه اخدنا اداه المعرفه لو؟ ها، علشان خاطر فيرب يحب ما بياخدش اداه تجزئه. لكن لما اجي اقول جو مونج، انا اكل، هقولها دو بان، انا اكل باردون، جو مونج، انا كتبت الخبز، جو مونج دو ميال، انا باكل العسل النحل. طبعا هنا اخدنا اداه تجزئه لان موجود عندي فيرب مانجي. هو فيرب مانجي بس اللي بيجي معاه اداه تجزئه؟ لا، تعالى جبت لك كل الفيربات اللي هتاخد اداه تجزئه، اللي هي مانجي ياكل، بوار يشرب، براندر يتناول، افوار يملك، اشتي يشتري، اليا يوجد، دوني يعطي، ديموندي يطلب، فير يعمل، جوتي يتذوق بياكل برضو، الفو يلزم، يلزم عسل نحل للجاتو او لاي حاجه بتتعمل بالعسل، متر يضع، اضع الملح في السلطه، فوندر يبيع، فولوار يريد. تعال بقى نشرح كل واحده منها بالتفصيل. بس ازاي؟ ها، ايه الكلمات المرشحه تجيلي في الامتحان مع أداة التجزئة المفرد المذكر؟ يلا ذاكر بقى معايا. جاشات دو ريزان، أشتري العنب. والله ما فارقة معاك أشتي ولا مانجي ولا، مش فارقة. خد بالك أدي الاسم أهو مذكر، هتحط له هتختار له إيه؟ دو. وتعالى بقى ناخد كل المذكر. دو بان زبدة، دو كرواسون كرواسون، دو دسير الحلو، دو فروماج الجبنة، دو جريور الجبنة السويسري زي الجبنة الرومي، دو بوافر الفلفل، دو بوافرون الفلفل برضو، دو سوسوسيون السجو، دي اللي جت السنة اللي فاتت 2021، دو ياور الزبادي، اوعى تعملها دو الا ابوستروف، دو بواسون السمك، دو ميل العسل، دو سل الملح، دو بان الخبز، دو صودا الصودا، دو سكر السكر، دو ري الرز. تعال بقى للمؤنث. جاشات انا اشتري، دو لا باجيت العيش الفينو الفرنسي، دو لا كريفات الجمبري، دو لا فارين الدقيق، دو لا بيتزا البيتزا، دو لا سوسيس، دو لا فاني الفانيليا، دو لا فيوند اللحمه، دو لا كونفيتور المربى. جت قبل كده امتحان ثانوية عامة، الدور على ايه؟ الدور على ايه؟ الكلام على ايه؟ ها؟ جايلك أداة التجزئة، بس الكلمة ايه؟ أهو قدامك أهو ذاكر بقى. دو لا جلاس الأيس كريم، دو لا كريم القشطة، دو لا سوس السوس، دو لا فريز الفراولة، دو لا نوازيت البندق، دو لا كا
كروكيت، وكلمة كروكيت هي قطعة من لحم السمك أو من اللحم. المعلومة السابعة، il y a de l'eau gazeuse، المية المعدنية، المية الغازية، بتاخد دو لابوستروف، دو لابريكو المشمش، دو لال التوم، دو لويل الزيت، دو لويتر اللي هو المحار. تمانية، tu veux de bonbon، انت عايز بونبوني. كلمات الجمع بقى، ايه كلمات الجمع؟ طبعا بتبقى واضحة بقى في اخرها اس وكده، خد بالك لو سمحت، بس ممكن يعملها مفرد لبعض الكلمات زي كلمة ليجوم، ممكن تيجي مفرد فهي مفرد مذكر. كلمة ليجوم لو مفرد يبقى مفرد مذكر، تبقى دي اي دي ليجوم، دو بات مكرونة سباكيتي، دي كويش حاجة زي الكيكة، دي فيانوازيرو المعجنات، دي ماتير جراس المواد الدهنية، دي بيبيتا الحبيبات بتاعت الحبيبات بتاع الشوكولا، دي كريب الكريب، وطبعا كريب لو مفرد مؤنث، دي لانتي العدس ده مؤنث، دي بواسون مشروبات كلمة مؤنثة. أنا ليه بقول مؤنث ومذكر؟ عشان خاطر لو جات لها صفة تبقى تختار لها صفة مذكرة ولا مؤنثة، تبقى أنت فاهم. دي فريت برضو كلمة مؤنثة. رقم تسعة بقى وآخر حاجة في الحلقة دي، يبقى تسع معلومات أهم، ذاكرهم موت، اسمعهم كويس جدا، ريبيتي كرر. هو أداة التجزئة ممكن تيجي قدام حاجة تانية غير الأكل والشرب؟ حتة كده على الهامش، تيجي مع فيرب فير لما ياخد كلمة الرياضة، لأنك لا تمارس الرياضة كلها بل تمارس جزء. طب في تعبيرات تانية؟ لأنك لا تسمع الموسيقى كلها بل تسمع جزء، لان انت ما عندكش الحمى اللي في الدنيا كلها بل عندك جزء. تعال نذاكرهم ونترجمهم. je fais du sport، امارس الرياضة. écouter de la musique، يسمع الموسيقى. faire des achats، يعمل المشتريات. avoir de la fièvre، عنده حمى. avoir de la grippe، عنده انفلونزا. avoir du travail، عنده شغل. faire du vélo، يركب العجل. avoir du mal à، يجد مشقة في. faire des courses، يعمل المشتريات العامة، لان لو هنا LAS هيبقى معناها يعمل مشتريات الاكل والشرب، وهنشرحها بعد كده. avoir de la chance، وعنده حظ. ركز، ذاكر، ترجم الورق قبل ما تسمعني، يعني ترجم الورق الاول وذاكره قبل ما تسمعني، وبعدين شغل الحلقة اللي عليها الدور كده يا حبايبي، هتستفادوا اكتر. كان معكم عثمان البروف، تحياتي.